الزمن ده كله كان الناس كلها بتحب بعض. يوسف شاهين اعظم اعماله اللي عملها صلاح الدين وجميل ابو حريد ما كانش هو اللي مترشح لهم. الفيلمين دولت كانوا للمخرج الراحل العظيم عز الدين ذوالفقار. تعب واخوه محمود ذوالفقار مخرج، قال لك لا، اللي يعمل الفيلم ده يوسف شاهين. نفس الحكايه يوسف شاهين، كان حد يروح له بالسيناريو يقراه يقول له مش انا، الفيلم ده كوميدي، انا مش هعمل كوميدي، الفيلم ده يروح فطين عبد الوهاب. دي كانت الروح ما بينهم. يوسف شاهين كان نفسه ينتج توفيق صالح. يوسف شاهين انتج الاستاذ صلاح ابو سيف السقامات. اشترينا القصه من يوسف السباعي، انتاج يوسف شاهين، اخراج صلاح ابو سيف. عملنا اول انتاج مشترك مع الاتحاد السوفيتي على فيلم الناس والنيل. عملنا انتاج مشترك فيلم العصفور مع الجزائر، فيلم عودة ابن الضال مع الجزائر.